هذا المخلوق غالبا كنلاحظوا هذا التصرف ديالو في البادية اللي هو الديك الفروج، متفقين؟ الفروج لالا هاجر كتسمعيني ياك؟ طبعا فايت سمعتي الفروج كيعوق سياح الديك، ياك؟ تصوري انه القوة ديال السياح ديالو كيمكن الى تعرض لها الانسان باستمرار يسماك، لان فايت 100 ديسيبل، فكيمكن هاد القوة ديال السياح ديالو توصل حتى لواحد 145 142 ديسيبل تقريبا ما بيناتهم بجوج. فالعلماء والباحثين طرحوا السؤال، كيفاش هاد الفروج هو ما كيصمكش راسو بالصياح ديالو؟ لان الصياح كيمكن يؤدي للصمام، كيمكن تصماك. نعم، في نظرك علاش الفروج صوته ما كيصمكش ليه ودنيه؟ قد يبدو السؤال غريب، ولكن من الناحية العلمية هناك أشياء رائعة جدا لما غنعرفوا الجواب وغنعرفوا كيفاش أنه كل مخلوق عنده وسائل باش يحمي راسه حتى من نفسه إذا استدعى الأمر ذلك، في الحالة مثلا ديال الصياح ديال الديك. هاجر وي سيدي، عايب شي شوية السؤال، تقدر تعطيني اختيارات؟ نقدر نعطيك الاختيارات. الاختيار الأول لأنه من الأصل ديك سمك كيسمعش، هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني لأنه لما كيبدأ يصيح ودنيه كيتسد أوتوماتيكيا. الاختيار الثالث كاين مجموعة ديال الحركات كيقوم بها باش الصوت كيصبح منخفض ماشي بنفس القوة باش كنسمعوه حنايا. أي الاختيارات تعتقدين أنه صحيح، الأول الثاني أو الثالث؟ نقول الثاني. الثاني انه ملي كيبدا يصيح كيتسدو ودنيه ماشي لهاد الدرجه، ولكن الخيار الصحيح كان هو الثالث. فشنو كيوقع في الوقت اللي الفروج كيبغي يغوت؟ خصكم تلاحظوا واحد القضيه، انه كيرجع راسو اللور. الفروج ملي كيبغي يغوت كيدير واحد الحركه بعنقو بحال كيطول عنقو واحد شويه وكيرجعو اللور. في ذاك الوقت كاين واحد الجليدات في الجناب اللي كيجيو كيغطيو الودنين ديالو، ومن اللي كيصيح ما كيسمعش هذيك القوه، هذوك لي ديسيبل كيهبطوا ما كيسمعش الصياح ديالو بنفس القوه. غتقولوا لي هو كيفاش القضيه؟ ها هو الانسان بعيد عليه، الحمد لله ما قريبش، لو كان قريب يصمكو. اي ولكن هذوك الكتاكيت والدجاجات كيفاش قضيتهم؟ الا لاحظتوا باستمرار ديك، يمكن هذه القضيه كتشوفوها ولكن ما كديوهاش فيها، ولكن ديك باستمرار ملي كيبغي يصيح كيمشي يتعزل، ما كيبقاش مع الدجاجات ومع الكتاكيت ديالو، كيمشي كيبعد في كثير من الاحيان وكياخذ شي بلاصه خاويه وعاد كيدير هذاك الصياح ديالو. فهذا علاش؟ لانه كيعرف هو باللي لا صاح في حضور الدجاجات والفلالس غادي يقدر يطرطق ليهم الطبلات ديال ودنيهم. فهاد الشيء علاش؟ إذا حنا عرفنا معاك هاد المعلومة لالا هاجر، مشكورة جدا على المكالمة ديالك الهاتفية.